أنا بقول لك إذا ما قرأت كتب الشيخين ابن تيمية ابن القيم بتكون على ضلال، منيح بتكون على ضلال. أيوة. ما دام أنت اسمع، ما دام أنت بتسألني فهذا هو الجواب. إذا أنا أنصحك نصيحة ثانية. النصيحة الأولى، إذا ما قرأت كتب ابن تيمية وابن القيم الجوزي بتكون ضال، وقد تكون مع كونك ضال مضلا للآخرين. النصيحة الثانية، أنك إذا قرأت كلاما له لم تفهمه فدعه لعالمه، لأنه أنا ذكرت آنفا بمناسبة حديثين متعارضين لما نقلنا عن ابن حجر العسقلاني، شو قلنا؟ آخر شيء قال اعتبار الناسخ والمنسوخ، فإذا لم يتبين لنا قال نكل العلم إلى عالمه. هذا مين عم يقولك؟ شيخ الإسلام بزمانه ابن حجر العسقلاني. شايف أنت لسه شيخ ما صرت بعد، إنما أنت فريخ الآن. فأنت إذا قرأت كلام التنمية وما فهمته ما تجي تتمسك فيه وتقول فلان قال كافر، فلان قال مسلم. لا، اتركه يا أخي، في مين يفهمه. لكن اقرأ كتبه، فتاواه ما شاء الله 30 مجلد وأكثر إلى آخره، فستفهم هناك علما مستقى من الكتاب والسنة. تفضل. نعم.